لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال البخاري رحمه الله: باب التزويج الصغار من الكبار، أي جواز ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. قال ابن حجر: باب تزويج الصغار من الكبار، أي في السن، أي هذا باب في بيان حكم تزويج الصغار من الكبار في السن. قال الإسماعيلي: ليس في الرواية ما ترجم به الباب، وصغر عائشة عن كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر، ثم الخبر الذي أورده مرسل عشان عن عروة، فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل. الجواب عن الأول: يمكن أن يؤخذ من قول أبي بكر إنما أنا أخوك، فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها، وأيضا فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولو كان معلوما من الخارج. مش لازم يكون الفايدة في النص اللي موجود، المعلوم من غيره أن عائشة كانت بنت 6 سنين عندما عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وعن الثاني أنه وإن كان صورته صورة سياقه الإرسال فهي من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر. وقد قال ابن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسا حمل ذلك على سماعه ممن أخبر عنه ولو لم يأتي بصيغة تدل على ذلك. ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة. قال ابن عبد البر: هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضا. وأما الإلزام، يقول يلزمه في غير ذلك من المراسيل، فالجواب عنه أن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل فوقع فيها التساهل في صريح الاتصال، فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح. نعم، الجمهور على أن السياق المذكور مرسل، وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي. قال ابن بطال: يعني هم بيقولوا ده من المراسيل، البخاري اعتمد صحيحا مسندا. قال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد. يولعوا بقى هم طبعا، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ، وهذا لا نزاع فيه. فرمز بهذا إلى أنه لا فائدة للترجمة لأنه مجمع عليه، أمر مجمع عليه، ليجيب دليل الإجماع. قال: وهل كل المسائل التي أجمع عليها لا ينبغي أن نذكر لها دليلا؟ حاجة عجيبة. من الآية كمان تؤكد ذلك. نعم. قال: ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها، هذا أيضا لا نزاع فيه أنه للأب فقط. قلت: كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره. طبعا الحنفية بيجوزوا ذلك لغيره ويجعلون لها الخيار إذا بلغت. احنا بنتكلم على الزواج الذي لا خيار فيه، اللي أنا قلت اتفاقا يعني. الجمهور يمنع أن يزوج غير الأبي الصغيرة، قالوا يعني شفقته ليست كشفقة غيره. قال:
كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره وليس بوضع الدلالة أنه أن أبو بكر ما استأذنش عائشة، لا، لأن إذن الصغير دون السبع ليس بمعتبر. يقول بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة. وقول أبي بكر إنما أنا أخوك حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخت بنت الأخي، وقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب أنت أخي في دين الله وكتابه إشارة إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة ونحو ذلك، مع أن الآية كانت مدنية والواقعة مكية. وقوله وهي لي حلال معناه وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها، لأن الأخوة المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين. كأن حكم التحريم المحرمات من النساء كان معلوما بمكة، ولكن نزلت الآية فيه في المدينة لترفع الأمر من كونه بالسنة إلى كونه بالقرآن. يعني الكفار عارفين ان بنت الاخ مش الكفار، ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي شرع ذلك. يعني الكفار كانوا كده، كانوا عارفين كده. المشركين قريش كانوا لا يزوجون من المحارم. قال مغلطاي في صحة هذا الحديث نظر، لأن الخلة لأبي بكر إنما كانت بالمدينة، وخطبة عائشة كانت بمكة، فكيف يلتئم قوله إنما أنا أخوك؟ هو هنا الخلة، هو قال إنما أنا إيه؟ أخوك. وأيضا كلام مغلطاي غلط. أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما باشر الخطبة بنفسه كما أخرجه ابن أبي عاصم من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خولة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب عائشة، فقال له لها أبو بكر وهل تصلح له؟ إنما هي بنت أخيه. فرجعت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ارجعي فقولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال ادعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فأنكحه. حسن، حديث حسن. قلت اعتراضه الثاني يرد الاعتراض الأول من وجهين، إذ المذكور في الحديث الأخوة وهي أخوة الدين، والذي اعترض به الخلة وهي أخص من الأخوة، ثم الذي وقع بالمدينة إنما هو قول لو كنت متخذا خليلا، الحديث الماضي في المناقب، فليس فيه إثبات الخلة إلا بالقوة لا بالفعل. يعني حتى ما قالش إيه إن أبو بكر خليلي، ده نفاها. يبقى أنت بتقول إيه؟ يقول لأن الخلة تلاقي أبو بكر إنما كان بالمدينة، لم تكن هناك إيه؟ خلة، ده الحديث نفاها. الوجه الثاني لو كنت الوجه الثاني أن في الثاني إثبات ما نفاه في الأول، والجواب عن اعتراضه بالمباشرة إمكان الجمع بأنه خاطب بذلك بعد أن رسله، ده الصح طبعا. هو يعني لما قابله قال له كده، قال له الأول بالمراسلة وبعد كده قال له إيه لما قبله. قال ابن بطال أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كنا في المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحنا للوطئ واحتملنا الرجال، أو صلحنا للوطئ واحتملنا الرجال، وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن. وكانت عائشة حين تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بنت 6 سنين، وبنى بها بنت تسع، وبنى بها وهي بنت تسع. وقد ذكر البخاري بعد هذا في باب نكاح الرجل ولده الصغار. أيوة أجمع طبعا، مجمع لفعل، ما يقال خلاف ذلك خلاف الإجماع. قال ابن المنذر وفي هذا الحديث دليل على أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن إنكاح البكر حتى تستأذن أنها البالغ التي لها إذن، إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأب النكاح على الصغيرة التي لا إذن لها. واختلف العلماء في تزويج الأولياء غير الآباء اليتيمة الصغيرة، فقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والثوري والشافعي وابن الماجشون وأحمد وأبو ثور ليس لغير الأبي أن يزوج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل. وحكى ابن المنذر عن مالك
أنه قال يزوج الوصي الصغيرة دون الأولياء إذا كان وصيا لها، يعني إن هو إيه؟ الأب قال فلان وصي على نكاح بنتي فلانة إذا أنا مت. قال والجد عند الشافعي عند عدم الأب كالأب. وقال الطائفة إذا زوج الصغيرة غير الأب من الأولياء فلها الخيار إذا بلغت، يعني بيجعلوا زواج صحيح بس إذا بلغت يقول لها عايز تستني ولا تمشي. روي هذا عن عطاء والحسن وطاووس وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد، إلا أنهما جعل الجد كالأب لا خيار في تزويجه. يعني الحنفية متفقين مع التانيين إن الأب إذا زوج يبقى البنت لن تخير عند الإيه؟ عند البلوغ. قال أبو يوسف لا خيار لها في جميع الأولياء. قال أحمد لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ 9 سنين، فإذا بلغتها ورضيت فلا خيار لها. الصحيح أن الخيار عند البلوغ إذا صححنا الزواج. وحجة من جعل لها الخيار إذا بلغت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر باستئمار اليتيمة ولا تستأمر إلا من لها ميزة، ميزة تميز ومعرفة، كان لها الخيار والاستئمار إذا بلغت. وحجة القول الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها ولا يصح استئمارها إلا ببلوغها، ده قوي من جهة الدليل نص الحديث، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. لا تنكح البكر حتى تستأذن، إذن لا بد من الإيه؟ من الاستئذان. ما هو الإذن المعتبر؟ إذن البالغة، يبقى الأصل أنها لا تنكح حتى تبلغ، إلا الاستثناء من ذلك هو بالدليل من السنة حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وبالإجماع، وهو إيه؟ تزويج النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد الإجماع على جواز أن يزوج الأب الصغيرة. يبقى حيستثنى من الإذن بالإجماع بس، ده قول الجمهور، يعني إنه لا تنكح حتى تستأذن، الإذن غير معتبر دون البلوغ على قول أحمد دون 9 سنين. الصحيح أنها إذا بلغت عند 9 فهذا الإذن المعتبر، غير ذلك لا تنكح، قول قوي من جهة الدليل. قال ولا يصح استئمارها إلا ببلوغها، ولا يجوز أن يكون العقد موقوفا على استئمارها بدليل الامتناع، بدليل امتناع الجميع من دخول الخيار في عقد النكاح ووقوفها إلى مدة فيها الخيار. يعني هتتوقف قضية التخيير إلى مدة، قضية إن ما ينفعش يعقد نكاح ويقول له لك الخيار إلى 3 أيام إلى سنة، لا، عقد النكاح لابد أن يكون إيه؟ جازما ومؤبدا. يعقد النكاح وما يشترطش عليه إن ما يجمعهاش. أيوة الكلام على العقد في الصغيرة بدون جماع حتى تطيق. فرق مالك بين اليتيمة واليتيم فأجاز للوصي تزويج اليتيم قبل البلوغ من قبل أن اليتيم لما كان قادرا على رفع العقد الذي يوقعه الولي إن كرهه بعد بلوغه جاز ذلك لقدرته على الخروج منه وليس ذلك لليتيمة. الحقيقة أنه هيخرج منه بإيه؟ بنفقات، هيخرج منه بأشياء لزمته، ولذلك إزاي هو يوقعه فيما يكون فيه نفقة عليه وهو مأمور بإصلاحه ولا يجوز له التبرعات ولا يجوز إلزامه بما ليس يعني في مصلحته من الجهة المادية. يقول وليس كذلك اليتيمة لأنها لا تقدر إذا بلغت على رفع العقد لأن الطلاق ليس بيد النساء فافترقا لهذه العلة، ولأن السنة وردت في منع العقد على اليتيمة حتى تستأمر ولا يصح استئمارها إلا بعد البلوغ، وهذا قول مالك. قال المؤلف وفي حديث عائشة من الفقه جواز خطبة الرجل لنفسه
إلى ولي المخطوبة إذا علم أنه لا يرده لتأكد ما بينهما. ويحتمل قول أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا أخوك أنه يعتقد أنه لا يحل له أن يتزوج ابنته للمؤاخاة والخلة التي كانت بينهما. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوة الإسلام ليست كأخوة النسب والولادة، فقال إنها لي حلال بوحي من الله، كما قال إبراهيم للذي أراد أن يأخذ منه زوجته هي أختي، يعني في الإيمان، لأنه لم يكن أحد مؤمنا غيرهما يومئذ. مطابقة للترجمة، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة وكان عمرها 6 سنين، هذا ثابت في البخاري. باب الأكفاء في الدين، وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. حيث إن مكتوبة غلط يعني؟ ماشي، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة، هي ما فيهاش خلاف دي؟ طب ماشي. قال العيني باب الأكفاء في الدين، أي هذا باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع هي أن يكون في الدين، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر. الأكفاء جمع كفء، وهو المثل والنظير. وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، أي وفي بيان قول الله عز وجل في القرآن وهو الذي خلق من الماء. غرض من إيراد هذه الآية الإشارة إلى أن النسب والصهر مما يتعلق بهما حكم الكفاءة. عن ابن سيرين أن هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، زوج عليه الصلاة والسلام زوج فاطمة عليها السلام، زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها عليا وهو ابن عمه وزوج ابنته، فكان نسبا وكان صهرا. وقوله هو الذي خلق من الماء أي من النطفة بشرا، فجعل البشر على قسمين، نسبا ذوي نسب أي ذكورا ينسب إليهم، فيقال فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، وصهرا ذوات صهر أي إناثا يصاهر بهن. وعن علي رضي الله عنه النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما يحل نكاحه. قال الضحاك وقتادة ومقاتل النسب 7 والصهر 5، اقرأوا قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. السبعة اللي هم الأمهات البنات الأخوات العمات الخالات بنات الأخ الأخ وبنات الأخت، وسبعة والصهر 5 اللي هم الباقي. قال القسطلاني فالكفاءة المعتبرة في النكاح لما روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن من غير الأكفاء، سنده واهن. ولأن النكاح يعقد للعمر ويشتمل على أغراض ومقاصد كالإزدواج والصحبة والألفة وتأسيس القرابات، ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاء. قال ابن بطال اختلف العلماء في الأكفاء من هم، فقال مالك الأكفاء في الدين دون غيره، وده اللي الإمام البخاري أشار إليه صراحة. معلش في نقطة يعني يقول فلان ده نسيب حتى ولو كانش مثلا ابن عمه ولا ابن خاله ولا ما فيش دم بينه وبينه يعني. نسيبي بتاعتنا احنا يعني صهري. صهري يعني. لكن شرعا النسب اللي هم القرابات. قال ابن بطال اختلف العلماء في الأكفاء، فقال مالك الأكفاء في الدين دون غيره، والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء،
ويجوز أن يتزوج العربي والمولى القرشية. وروى ذلك عن عمر بن الخطاب قال: لست أبالي إلى أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت زوجت. روى مثل عن ابن مسعود ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وابن سيرين. قال أبو حنيفة: قريش أكفاء، كلهم أكفاء بعضهم لبعض، والعرب أكفاء بعضهم لبعض، ولا يكون أحد من العرب كفءا لقريش، ولا أحد من الموالي كفءا للعرب، ولا يكون كفءا من لا يرد المهر والنفقة. قال الشافعي: ليس نكاح غير الكفء بمحرم، فأرده بكل حال، وإنما هو تقصير بالمتزوجة والأولياء. فإن ما أنا عارف، ما أنا قريتها على اللي أنا أقول لكم هنا الصح. فإن تزوجت غير كفء فإن رضيت به وجميع الأولياء جاز، ويكون حقا لهم تركوه، وإن رضيت به وجميع الأولياء إلا واحدا منهم فله فسخه. وقال بعضهم: إن رضيت به وجميع الأولياء لم يجز، اللي بيرد على كل حال. وكان الثوري يرى التفريق إذا نكح مولا عربية ويشدد فيه، وقال أحمد بن حنبل: يفرق بينهما. واحتج الذي جعلوا الكفاءة في النسب والمال، فقالوا: العار يدخل على الأولياء والمناسبين، لأن حق الكفاءة دفع العار عنها وعنهم. قالوا: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: قريش بعضهم لبعض كفء، والموالي بعضهم لبعض كفء، إلا الحاكة والحجامين، يعني زود المهن، الحائك اللي هو الايه الخياط، والحجام اللي هو الجراح. يعني مثلا هو كلام الامام مالك هو الصح، هو كلام مالك طبعا الامام البخاري قاله. يعني سيدنا بلال لما يروح لواحد يقول له زوجني يقول انت كنت حد. طب اصبروا بس. واحتج اهل المقاله الاولى بحديث عائشه ان ابا حذيفه بن عتبه ابن ربيعه تبنى سالما وكان مولى، وأنكحه بنت أخيه الوليد ابن عتبة وهي سيدة أيام قريش، وسالم مولى لامرأة من الأنصار، وتزوجت ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم المقداد ابن الأسود، وهو عربي حليف للأسود ابن عبد يغوث، تبناه ونسبه إليه. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: عليك بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. فجعل العمدة ذات الدين، فينبغي أن تكون العمدة في الرجل مثل ذلك. ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سهل حين فضل الفقير الصالح على الغني وجعله خيرا من ملء الأرض منه، اللي هو اللي جاي للحديث اللي هو الآتي. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة للبخاري، قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشرف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينجح، وإن شفع أن يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. لا هو الفيصل
الدين. قال: ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سهل حين فضل الفقير الصالح الغني وجعله خيرا من ملء الأرض منه؟ قال المهلب: الأكفاء في الدين هم المتشاكلون، وإن كان في الناس بتفاضل، فقد نسخ الله ما كانت تحكم به العرب من الجاهلية من شرف الأنساب، وجعل الاعتبار بشرف الصلاح والدين. فقال تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية، وقد نزع بهذه الآية مالك بن أنس. وأما قولهم إن العار يدخل عليهم وعلى الأولياء، يقال لهم: مع الدين والصلاح لا يدخل عار على أحد، وإنما رغبوا فيه لدينه الذي يحمل كل شيء، يغطي على كل حاجة. وفي النسب وعدم الدين كل عار، عنده نسب كويس بس ما عندوش دين، هو ده العار بعينه. وقد تزوج بلال امرأة قرشية، وتزوج أسامة بن زيد فاطمة بنت قيس وهي قرشية، وقد كان عزم عمر بن الخطاب على تزويج ابنته من سلمان الفارسي، فقال عمرو بن العاص لسلمان: لقد تواضع لك أمير المؤمنين. فقال سلمان: لمثلي يتواضع؟ والله لا أتزوجها أبدا. صحيح سلمان منا أهل البيت، مع ضعف في الحديث يعني، لكنه أهل لذلك. يقول من العرب، يقول من قريش مثلا. ولولا أن ذلك جائز لما أراده عمر ولا هم به، لأنه لا العار على نفس، لا يدخل العار على نفسه وعشيرته. قال ابن حجر: واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه. ده مرضيش بقى عشان ده تواضع، ده هو يعني شرف فعلا لكل احد. قال ابن حجر: اعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة لكافر اصلا. قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ذكر نفس الكلام السابق. يقول برضو نفس الكلام الشافعي، توسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح، عشان كده تصلح فأراد دي، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحد فله فسخه. والصحيح أنها إذا رضيت هي فلا اعتبار بغير ذلك، لهم أن يمنعوا من ليس كفؤا في الدين. وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كي لا تضيع المرأة نفسها في غير كفء. ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. أما ما أخرجه البزار من حديث معاذ مرفوعا: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إسناده ضعيف. احتج البيهقي بحديث واثلة مرفوعا: إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، هو في صحيح مسلم، لكن الاحتجاج به نظر، في الاحتجاج بذلك نظر، لكن ضم بعضهم إليه حديث: قدموا قريشا ولا تقدموها، صححه الألباني. هذا في الإمامة وليس في أمر الإيه، لا دخل له بالزواج. لقد عبد المنذر عن البويطي أن الشافعي قال: الكفاءة في الدين، وهو كذلك في مختصر البويطي. قال الرفعي: هو خلافه مشهور. قال ابن ونقل الأبزي عن الربيع أن رجلا سأل الشافعي عنه فقال: أنا عربي لا تسألني عن هذا. الصحيح الكلام الشافعي الأولاني، هو ده نصه. قال ابن حجر: مر رجل لم أقف عليه. طبعا ما الكلام المعتبر عند العلماء في الكفاءة بعد الدين: الحرية، المهنة، اليسار، إليه الحاكة دي. بس الصحيح في ذلك أنه لا اعتبار إلا بالدين والحرية. عندنا بطل في الصعيد الخياط لا، الجراجر لا، البعيد بذلك الحلاج لا. ليه؟ المهنة واليسار اللي هما بعد كده، والنسب والمهنة واليسار، خمسة. الحلاق دلوقتي دكتور؟ ها؟ لا مفيش عرف ناس، هي الخمسة دول وخلاص، محدش يقول غير كده: المهنة واليسار والنسب.
احنا بنقول اصلا اذا رضيت بدون مهر المثل فهذا حقها، هي عايزه واحد دون مهر المثل خلاص، مالوش الاولياء ان يعترضوا، مش هيصرف عليها. انا سواء ابوه هيصرف عليه هو حر، ايه مصروف هي اللي عايزاه خلاص. اما ان ينكح اي تجاب خطبته، ان خطب ان ينكح اي تجاب خطبته، ان شفع ان يشفع اي تقبل شفاعته. وقع في روايه جبير بن نفير عن ابي ذر عند احمد وابي يعلى وابن حبان بلفظ، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: انظر الى ارفع رجل في المسجد في عينيك. قال: فنظرت إلى رجل في حلة. الحديث، فعرف منه أن المسؤول هو أبو ذر. يجمع بينه وبين حديث سهل أن الخطاب وقع لجماعة منهم أبو ذر، أنه في الحديث حديث سهل ده بيقول إيه؟ قال: ما الرجل؟ فقال: ما تقولون. وقع في رواية أخرى لابن حبان: سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من قريش فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: نعم. وقع في المغازي لابن إسحاق ما قد يؤخذ منه أنه عيينة بن حصن الفزاري أو الأقرع بن حابس التميمي، ده هيبقى مش من قريش. ما في رواية مر قال قوله: فمر رجل من فقراء المسلمين، في رواية ابن حبان: مسكين من أهل الصفة، يقول لم أقف على اسمه. وفي مسند الروينيي وفي فتوح مصر لابن عبد الحكم ومسند الصحابة الذين دخلوا مصر من طريق أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أنه جعيل ابن سراقة، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف ترى جعيلا؟ قلت: مسكينا كشكله من الناس. قال: فكيف ترى فلانا؟ قلت: سيدا من السادات. قال: فجعيل خير من ملء الأرض مثل هذا. فقلت: يا رسول الله، ففلان ها هكذا وتصنع به ما تصنع؟ قال: إنه رأس قومه فأتألفهم. وذكر ابن إسحاق في مغازيه عن محمد بن إبراهيم التيمي مرسلا أو مؤضرا قال: قيل: يا رسول الله، أعطيت عيينة والأقرع 100 من 100 وتركت جعيلة؟ طبعا متشكلة غلط، طبعا للأسف متشكلة أعطيت، هي أعطيت. قال: والذي نفسي بيده، لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض مثل عيينة والأقرع، عيينة والأقرع، ولكني أتألفهما وأكل جعيلا إلى إيمانه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قال: فإن بلادنا سيدنا. نعم. طب الكلام مش هيوصل للأقرع؟ ها؟ الكلام مش كان هيوصل للأقرع؟ يوصل ولا ما يوصلش بقى؟ يقول في رواية: وكان صالحا دميما قبيحا. شكله مش حلو. لا إله إلا الله. قال: هذا الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا، أي مثل هذا الغني. زاد أحمد وابن حبان: ملء الأرض عند الله يوم القيامة. في رواية ابن حبان: خير من طلاع الأرض من الآخر. طلاع أي ما طلعت عليه الشمس من الأرض. قال عياض: المراد ما فوق الأرض. زاد آخر في آخر هذه الرواية: فقلت: يا رسول الله، أفلا يعطى هذا كما يعطى الآخر؟ قال: إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة. قال الكرماني: إذا كان الأول كافرا فوجهه ظاهر، وإلا فيكون ذلك معلوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. قلت: يعرف المراد من الطريق الأخرى. في كتاب الرقاق قال: رجل من أشرف الناس. هو الظاهر أنه ليس كافرا، لأنه هو الحديث قال فيه إيه؟ انظر إلى أعلى رجل في المسجد في نفسك، انظر إلى أرفع رجل في المسجد في عينيك، فنظرت إلى رجل في حلة. ده إذن ده كان يكونوا إيه؟ مسلمين. وبعد سهل بن سعد كان في المدينة عند النصاري. وبعدين الصحابة مش هيقولوا على واحد كافر هذا حري أن إيه؟ إذا تزوج أن إذا خطب أن ينكح.
يقول حاصل الجواب أنه أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغني المذكور، ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل فقير. صح. ترجم عليه المصنف فضل الفقر في كتاب الفقه. لا، لا يقول، لا يصلح أن يفضل كل فقير على كل غني. في فقراء عندهم مصائب وفي أغنياء شاكرين. قال باب فضل الفقر، قال ابن حجر في الحديث بيان فضل جعيل المذكور، وأن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لها، وإنما الاعتبار في ذلك بالآخرة، كما تقدم أن العيش عيش الآخرة، وأن الذي يفوته الحظ من الدنيا يعاض عنه بحسنة الآخرة، ففيه فضيلة الفقر كما تقدم، لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير على الغني كما قال ابن بطال، لأنه إن كان فضل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول خيء من ملء الأرض مثله لا فقير فيهم، وإن كان لفضله فلا حجة فيه. قلت يمكنهم أن يلتزموا الأول والحيثية مرعية، لكن تبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى، وليست المسألة مفروضة في فقير متق وغني غير متق، بل لابد من استوائهما أولا في التقوى عشان نفضل. يعني الصحيح إن هو لو قلنا فقير صابر أم غني شاكر، نقول العبرة بأعمال القلوب، فلو كان الشكر أعظم ربما كان الغني إيه أعظم. بس الغني بدل ما يقول آه يقول الحمد لله. نعم يقول. وأيضا فما في الترجمة تصريح بتفضيل الفقر، ما في الترجمة تصريح بتفضيل الفقر على الغنى. هو ما قالش باب فضل الفقر على الغنى، الفضل الفقر بس، الفقر هياخد ثواب. إذ لا يلزم من ثبوت الفضيلة أفضليته، من فضيلة الفقر أفضليته، كذلك لا يلزم من ثبوت أفضلية فقير على غني أفضلية كل فقير على كل غني. الشاهد منه الإمام البخاري مذهبه مذهب الإمام مالك في أن الكفاءة في الإيه؟ في النكاح في الدين، وبالتالي فلا يصح إذا رضيت المرأة بفقير أو بحائك أو حجام، لا، الكفاءة في الدين والحرية، إذا رضيت المرأة بما دون ذلك ليس لأن يعترض. أما العبد فحديث بريرة يدل على أن الحر، أن الحرة ليس العبد كفوا لها، فإذا اعترض الأولياء فلهم أن يعترضوا. أنا بقول لك الأقوال الفقهاء في خمسة، أنا قلت معتبرة، أنا قلت معتبر منها اثنين بس، الدين والحرية، ليست معتبرة. أما الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا آه خمسة، لكن هذا ليس معتبرا شرعا. هي عايزة تتجوز واحد حجام طبيب جراح، يبقى ما لهمش يعترضوا. لا، الحجام اللي بيعمل حجامة، اه ما هو الحجام بياخد بالك، يعني اللي هو بايه بيشق الجلد ويطلع الدم. انا بجيبها عمدا بهذه الطريقة يعني، عشان الطبيب الجراح عندنا ايه من اعظم المهن النهاردة. وكذلك النهاردة الشهادات، الشهادات معتبرة عند الناس مش معتبرة في الشريعة عند كل العلماء، ماشي كده؟ لكن ده بيقولك ده معاه ماجستير، ده معاه دكتوراه، ده معاه بكالوريوس، ده معاه وهو ويقول لك هي معها كده وهو معهوش غير دبلوم، واخد بالك؟ المشكله في التدين يقاس ازاي الطاعه التدين يعني ايه؟ يعني الطاعه، يعني عدم الفسق. مع انهم كانوا بيذكروا على الكفار، لكن الظاهر من كلام البخاري ان العبره في ذلك اذا لم يكن مرتكبا لكبيره، يعني تاجر مخدرات، عايزه تاجر مخدرات هي، عاد واد مدمن مخدرات، اهلها يعترضوا، يبقى لهم حق يعترضوا، بيترك الصلاه يبقى لهم حق اعترضوا، زوجي يبقى باطل لو راحت اتجوزت من وراهم، لان الحكايه دي هتفرق في لو عضلوها منعوها من الزواج من كفء لها شرعا وليس كفءا بالاعتبارات الثانيه، ماشي كده؟ ما لهمش اعترض. لا، الاولياء اللي هم القرابات اللي ممكن، اللي هم العصبه، اه ممكن يعترضوا الاب لو في ايه، لو في فسق، ابوها عايز يجوزها واحد صاحبه بيلعب معاه طاولة على القهوة وهو مدمن مخدرات، وعمها رافض
واخوها رافض اللي اولياء ترتيب يبقى يوقفوه عند حده. لو هي راضية تقف عند حدها والزواج يبقى باطل. لكن ابوها عايز يجوزها، اخوها عايز يجوزها، ابوها يقول له لا ابدا ما جوزهاش واحد معاه دبلوم، ما جوزهاش واحد متجوز، دي مش كفاءة الزواج ده، انه مش متجوز ولا متجوز، واخوها موافق خلاص يجوزها اخوها، وابوها يبقى عاضل تسقط ولايته. مبنى المسألة دي مهم جدا، مسألة الاكفاء الكفاءة اللي هنعتبرها. هو فقير وهي راضية بيه وهي غنية، وهما يقولها لا ده مش مستوانا، يبقى هما عضلوها وقالت لهم انا عايز اتجوزه تصريحا، يبقى لابد ان هو يجوزوها. انت مالك، هو ده هيشتغل هيجيب شغل بعد كده، معهوش نفقه دلوقتي يشتغل بعد كده خلاص مش مشكله، هو معاه فلوس. هي عايزاه يا اخي، انت مالك؟ الصحابي رضي الله عنه ما عندوش غير الازار بس وهي راضيه بيه، انت مالك؟ لو كل الاولياء منعوا عضلوا كلهم انتقلت الولايات عنهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.